يقول السائل: بلدنا ليس فيها علماء، فهل يجوز لطلاب العلم أن يتصدروا للتدريس اعتمادا على كتب وسلاسل أهل العلم؟ لا، الذين ليسوا علماء لا يجوز لهم التصدر والتدريس من وهم ليس عندهم علم، لا يتصدر للتدريس والإفتاء إلا أهل العلم. فكما أشرت سابقا عن هذه المشكلة، أن الواجب أن هؤلاء الذين ليس عندهم علماء، الواجب أن يذهب طائفة منهم من شبابهم، ومن يذهبون إلى العلماء ويتعلمون في البلاد التي فيها علماء، فيها كليات شريعة، دراسة نظامية أو دراسة في الحلق والمساجد، يتعلمون ثم يرجعون إلى بلدهم بعد ما يتأهلون بالعلم، فيباشروا القيام بالتدريس والفتوى والتعليم، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في بلادهم وفي البوادي والحاضرة يسلمون، ثم يفد جماعة منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقون عنده أياما أو شهورا حتى يتعلموا، ثم يرجعون إلى أهليهم وإلى بلادهم فينشرون فيها الخير. هذه هي الطريقة الصحيحة. أما أن تبقوا في جهلكم فلا يجوز هذا، لا بد أنه يكون منكم وفد يفيدون إلى العلماء ويتعلمون منهم مباشرة، ما هو عن طريق الأشرطة والكتب، بل مباشرة بالجلوس عندهم وسؤالهم ومناقشتهم حتى يتفقه الإنسان في دين الله. نعم.